ما ذكرش في الدلدلة وبدأ يعوق تحركي وشكله أصبح مزري ومهزلا يزداد منه تحرجي عذرا يا طبيب السنة قد حاولت الالتزام بما كتبته لكنني لم أستطع فالكرش تدلدل مني حتى طال ركبتي واللغد تهدل حتى نفسي انقطع عذرا يا كل دجاجات تبلتها فإرادتي ضعيفة تتبل لها فذهبت المشوي وذهبت إلى البانيه ولطاجن فتات لم أقوى اصبر عليه ما بين مسلوق لم يؤكل ومأكول لم يسلق ضاع الكثير من الكالوريز منيت قلبي دوما باليوم الفيري وحينما أتغاز اليوم انتقمت لمعدتي يا من وقفت مجاهرا تملي علي نظاما يحجم معدتي يؤسفني بأن أبلغك بأنني قد حشيت ورق النظام وأكلته لم يبق شيئا منه عضعت معه رغيف حواوش مقرمش ووضعت القشطة على الزبدة في فطيرة وحككت قعر برطمان نوتيلا فيا كل ذوات الليات يا ويلكم مني ادعوني باني وليات لو اعتقتكم فساكل كل ما تشتهيه النفس وليذهب كرشي الى الجحيم برحته لم اشتكي.